أعزائي المشاهدين، يسعدني أن أحييكم وألتقي بكم. حلقة جديدة من برنامجكم مورد المعرفة. إن تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ خطط تنموية مجتمعية تحقق الازدهار والتقدم على مختلف المستويات لأي بلد لا بد له من ركيزة أساسية يقوم عليها، ألا وهي المقوم البشري. ففي خضم نشاط الإنسان اليومي وتفاعله الدائم مع محيطه، يحتاج إلى تنمية قدراته باستمرار بما يمكنه من القيام بنشاطه وعمله على أكمل وجه، وهو ما يسمى بتنمية الذات. وانطلاقاً من نظرية التطور الاجتماعي، ولد مفهوم التنمية البشرية، بما أن الإنسان هو العنصر المهم في هذا التطور. وهنا تصبح التنمية البشرية مطلباً ضرورياً وهدفاً أساسياً لتحقيق التوازن المطلوب للخطط الاستراتيجية والتنموية لأي تطوير مجتمعي في كافة المجالات. ولا بد من موائمة ومتابعة العلاقة بين العوامل المادية في الحياة والعوامل الروحية وما بينهما من تأثير متبادل على العنصر البشري، بدءا بتنمية الذات ووصولا لتنمية بشرية لتجسيد معنى البناء والتعمير واكتساب مهارات أوسع، وبالتالي تحقيق التطور والازدهار على كافة الأصعدة. أعزائي المشاهدين، يسعدني أن أجدد الترحيب بكم ولقاء هذا المساء ضمن برنامجكم مورد المعرفة. سوف نحاور من خلاله خبير واستشاري متخصص في مجال الموارد البشرية والقوى العاملة، عمل وكيلا مساعدا بوزارة التخطيط لشؤون القوى العاملة، كما عمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكيل مساعد نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث. يسعدنا استضافة الأخ الدكتور أحمد بوزبر. أهلا وسهلا. أهلا بك، حياك الله أبو ناصر، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. في البداية لو نأخذ فكرة، ما هي الأسس الفكرية للتنمية البشرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التنمية البشرية حديث المجالس، حديث لما نجلس في أي مكان دائما نبحث عن شيء اسمه التنمية البشرية، ولما نقع في مشكلة نقول العلاج يجب أن يكون وين التنمية البشرية. فهي الحديث الحقيقة يعني فاكهة المجالس، لكن التنمية البشرية لو بنمسكها نجد أن لها ثلاث أسس فكرية أساسية، بدونها لا أعتقد أن سيكون لدينا تنمية بشرية. الأساس الفكري الأول أن التنمية البشرية في أي بلد يجب أن تبنى على منظومة قيم مجتمعية راسخة. هذه المنظومة يكون المجتمع تبناها، منظومة القيم اعترف فيها، زرعها في أفراده، أطرها في أسس قانونية أو تشريعية، حولها إلى عمل مؤسسي. فهذا البنية الفكرية الأولى، بدون وجود هذه القيم المعتمدة التي يرجع إليها ويستخدمها المجتمع للحكم على كثير من القضايا والسلوكة، لن تكون التنمية البشرية تنمية قائمة على، يعني نقدر نقول أن منظومة القيم هي التربة التي نزرع فيها التنمية البشرية. وانت يعني نعرف بدون تربة صالحة للزراعة، على قولة مثل الكويتي، كنا نزرع في صبخ، يعني نحتاج إلى بنية. هل هناك من مقومات أخرى تضاف إلى هذه القيم؟ كأسس فكرية للتنمية البشرية. الأساس الفكري الثاني إضافة إلى وجود منظومة قيم، أن احنا نعتقد دائما أن التنمية البشرية تطير بجناحين.
جناح اسمه التعليم وجناح اسمه التدريب. بدون التكامل بين هذين الجناحين نجد أن التنمية البشرية سيحدث فيها خلل، لأن أولا المستهدف من الجناحين تعليم وتدريب هو البشر أو هو الأفراد. أحيانا يخفق التعليم في تحويل أو في توصيل أو في إكساب المهارات والمعارف والقيم المطلوبة للأفراد، فيأتي التدريب كجناح ثاني ليستطيع أن يعوض هذا النقص ويجسر هذه الفجوة. ولذلك أنا أعتقد أن إحنا محتاجين أن نؤمن بأن اليوم في تنميتنا البشرية على التعليم أن يكون رديف له التدريب، وعلى التدريب أن يكمل نقص التعليم، خاصة أن في منظومتنا العربية بشكل عام في الغالب يعني إلا ما رحم ربي التعليم منظومة التعليم متأخرة في أوطاننا العربية. فيأتي التدريب مهم جدا كمنظومة ثانية أو كأساس فكري ثاني للتنمية البشرية. ما هي أهداف التنمية البشرية الاستراتيجية في عصر نعيش اليوم؟ أعتقد الهدف الأول للتنمية البشرية واضح هو الفرد، ولكن هذا الفرد يجب أن ينظر من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى منظومة المعارف، الفكر، ماذا يحمل هذا الشخص هذا الفرد، ماذا نريد أن نزرع في ذهنه من أفكار من معلومات من ثقافة فكرية. اثنين المهارات، ماذا يحتاج هذا الفرد أن يكسب من مهارات، مهارات تتعامل مع ذاته مع أسرته مع مجتمعه مع وطنه مع مؤسسته مع عالمه الخارجي. ثلاثة ما هي منظومة القيم التي نريد أن نزرعها فيه. فأول جزء رئيسي في أهداف التنمية البشرية هذا الفرد من هالثلاث زوايا، الجانب المعلوماتي الفكري، الجانب المهاري، والجانب القيمي الوجداني. لو حدث خلل في هذه الثلاثة أو هذا المثلث في تنمية الفرد، سنجد إما أن يكون لدينا ناس أصحاب فكر أصحاب معلومات أصحاب ثقافة تنقصهم المهارة، أو ناس لديهم المهارة لكن ينقصهم القيم والجانب الوجداني، أو ناس عبارة عن حالمين في الوجدان والقيم تنقصهم التطبيق وينقصهم الجانب الفكري. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني أن ينتقل هذا تنتقل هذه التنمية بعد تأسيس الفرد إلى أن ينعكس هذا على المؤسسة ثم على الوطن. يعني هي عبارة عن حلقات، إذا زرعنا التنمية البشرية في الفرد صح، زي الحجر لما تلقيه في ماء راكد تطلع دوائر، فالدائرة الأولى هي الفرد، ينعكس هذا على الدائرة الثانية هي الأسرة، الثالثة المؤسسة، الرابعة الوطن، الخامسة الدولة أو العالم الخارجي. كيف ترى علاقة مفهوم التنمية البشرية مع جوانب أخرى من التنمية الاقتصادية الاجتماعية السياسية العمرانية؟ هذه الجوانب المتعددة كيف نربطها بالتنمية البشرية لنحقق تنمية مستدامة؟ أنا أفهم دائماً أن أي تنمية مهما كان نوعها مرتكزها هم البشر. يعني أذكر أحد شعارات خطة التنمية السابقة أو الحالية ما أدري، كان شعارها خطة الخمسية للدولة الانتقال من التنمية بالنفط إلى التنمية بالبشر. إذن أي تنمية، تنمية عمرانية، تنمية اقتصادية، تنمية سياسية، تنمية فكرية، تنمية اجتماعية، حتى تنمية رياضية، بدون عنصر أساسي هو البشر، أعتقد أن التنمية حتكون عبارة عن حارات من الإسمنت، نهضة عمرانية بحتة تفتقر إلى الجانب البشري في أي مكان. فالعلاقة علاقة جوهرية، بمعنى أن لب التنميات، لب أنواع التنمية الأخرى هو البشر. الاقتصاد لا ينمو إلا بوجود بشر قادرين على أن يحركوا هذا الاقتصاد بفكرهم وبأموالهم وبمهاراتهم. التنمية الاجتماعية لا تحدث إلا بوجود مجتمع من البشر متكاتف متعاون. التنمية حتى الفنية الرياضية الفكرية السياسية لا تنمو إلا بوجود هذا البشر الواعي المثقف الذي اكتسب المعرفة والمهارة وتسلح بالقيم والقدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة البعيدة المدى. إذن هذا التكامل بين تنمية البشر وبين تنميات القطاعات المتعددة في المجتمع، إلى أي مدى في الكويت تقيم هذه التجارب؟ ورأيك النقدي بصراحة فيما وصلنا إليه حتى الآن من رغبة في التنمية البشرية المستدامة؟ من حيث الرغبة أنا أعتقد أن احنا يعني لا يختلف اثنان على وجودها وتعزيزها والإلحاح عليها. الرغبة سواء كانت من رأس الدولة صاحب السمو الله يحفظه إلى مؤسسات الدولة إلى المسؤولين الذين نلتقي بهم إلى النخب الفكرية اللي نجلس معهم، أن هناك رغبة ملحة في أن ننهض بالبشر
وبدون هذه النهضة التنمية البشرية داخل دولتنا الكويت لن نستطيع أن نصل إلى نهضة أو نستعيد مجنى الاقتصادي والفكر الآخر. لكن هذه الرغبة يجب أن تترجم إلى ثلاث أشياء. تترجم أول شيء إلى عمل مؤسسي مبرمج بحيث نستطيع أن نحول هذه الرغبة في تنمية البشر إلى تعليم متميز، إلى تدريب رديف يرافق هذا التعليم ويسد النقص بين فترة وأخرى، إلى إيمان عند مجموعة المسؤولين والقياديين بأن العنصر البشري الكويتي هو الأساس في التنمية، إلى إحساسنا بأن هذا الوطن بشكل عام لن ينمو ويتطور إلا على يد أبنائه مع استفادته من الخبرات الوافدة والعالمية. إذا تحققت هذه المنظومة المؤسسية تصبح الرغبة هذه رغبة صادقة وقابلة للتطبيق. الأمر الثالث بعد هذه الرغبة وبعد هذه المؤسسية أن توجد هناك استراتيجية واضحة لموضوع التنمية البشرية. هناك استراتيجية لدينا مكتوبة ونقرأها في برنامج عمل الحكومة وأنا عشت هذا الجو جزء من حياتي الوظيفية، لكننا نفتقر إلى تحويل هذه الخطط إلى مؤشرات كمية قابلة للقياس حتى أقدر أقيس أنا بعد سنة أو سنتين أو ثلاث كم استطعت أن أرتقي بالعنصر البشري الفلاني في التخصص الفلاني في المهارة الفلانية في المؤسسة الفلانية. عدم وجود هذه الأرقام المؤشرية أو ما يسمى بالتخطيط التأشيري وهو موجود على ورق بس أنا أتكلم عدم تحويله إلى واقع تطبيقي يجعلنا نشعر بأن الرغبة الملحة في إعداد وتنمية البشر في الكويت لا تزال رغبة لم ترتقي إلى أن تصل إلى حد التطبيق الكافي. وكيف يمكن أن نحقق ذلك في واقع عملي بشكل علمي وبأسلوب منهجي عملي راقي يحقق رؤية الكويت الاستراتيجية بعيدة المدى 2035؟ كيف نستطيع أن نجعل من هذه المؤشرات التنموية على أرض الواقع حقيقة بعون الله؟ أنا أعتقد أهم أداة عملية لتحقيق هذه المؤشرات في عالم الواقع هو التدريب. بمعنى نلتقي مع كثير من القياديين في الدولة عندهم إيمان قوي بأن هذه المؤشرات يجب أن تكون مطبقة ومعتمدة ومحولة إلى واقع، لكن أحيانا البعض يفتقر إلى المهارة في تحويلها. يعني هو قيادي صح في مؤسسته، هو مختص في عمله أو مجاله، لكن هو غير مختص في التخطيط وتحويل الخطة إلى مؤشرات. لا يلام لأنه لم يدرب على ذلك. فأنا أعتقد التدريب، تدريب القياديين، تدريب المسؤولين، تدريب أصحاب القرار، تدريب النخب على أن كيف نستطيع أن نحول التخطيط من ورق إلى واقع، هذا يحتاج تدريب. فالتدريب هي أداة أساسية في تطبيق هذه المؤشرات. النقطة الثانية هي الثواب والعقاب، يعني نعمل ميزان بين من يحسن تحويل هذه المؤشرات إلى واقع في مؤسسته في عمله، نجعل نظام مكافأة، نظام حوافز، نظام إشهار النجاح حتى يقتدي به الناس، ومن يقصر نجعل نظام عقابي معين، ترتيبي معين، بحيث يشعر أنه هذا التقصير أدى إلى أنه يعني يبعد عن هذا المكان بطريقة أو بأخرى، بحيث نشعر الجميع أن الناجح يكافئ وأن الفاشل يعاقب. نعم، ترى ما الارتباط ما بين التنمية البشرية وتنمية الذات؟ كل ارتباط بين القلب والجسم، يعني قلب الإنسان هو النبض في الحياة، لو توقف القلب لا قدر الله توقفت الحياة. فأنا أعتقد لو نجحنا لو فشلنا خلنا نعكسها في أن ننمي الذات، أن الإنسان ينمو بذاته بفكره بمهاراته بقيمه بتوجهاته بحبه للعطاء. إذا كذات لم ينمو، إذا مثلا لم ينمو هذا الشخص ذاتيا بأنه يقدر ذاته ويحترم مهاراته ويحرص على تطوير نفسه، لم يتطور هذا الشخص ذاتيا بأن عنده قدرة على أن يوازن بين انتمائه لذاته وشخصه وإلى انتمائه لوطنه ومؤسسته، وعنده قدرة على هذا التوازن بين الانتماء للذات وبين الانتماء للمجموع. إذا لم يحسن هذا الفرد القدرة على ترشيد قراراته بحيث هو يستطيع أن يقرر متى يقدم متى يحجم متى يستطيع أن يوفر المهارات اللازمة له، كيف يبحث عنها، كيف يطور نفسه دون انتظار من يطوره، هذا الذات. هذا الشخص إذا لم ينمو بهذه لن تصبح تنمية بشرية. كأن القلب إذا لم يتحرك بهذه الأمور لن يتحرك الجسم مرة واحدة. نعم، وكيف يكون معطاء، كيف يكون قادر على الإنتاج، على مواكبة المجتمع، على التفاعل مع كل ما هو إيجابي
أعتقد هذا شيء مهم جدا في وقت نحن نحتاج من شبابنا قوة وطاقة المجتمع وأكثر وقود في عملية التنمية الشاملة المتكاملة في انطلاق الموارد البشرية كما تفضلت. كيف نجعل من هؤلاء الشباب القوة المعطاء في الإنجاز والإنتاجية؟ الشباب هم وقود التنمية، هذه كلمة معروفة وتقال كثيرا، لكن عشان يستطيع هذا الشاب اليوم في مجتمعنا الكويتي مع وجود ما يعني حالة عام من الإحباط العام إلى آخره، واحد أن نوجد لهذا الشاب قضية يعيش من أجلها، يؤمن بها، يتحمس لها، قضية وطنية، قضية فكرية، قضية يشعر أنه عايش علشان ينمي، أو قضية تطوعية أحيانا، يعني قضية رياضية، أي قضية، المهم أن يشعر هذا الشاب أنه ذو قضية يعيش من أجلها. اثنين، أن يحاط هذا الشاب بمجموعة من الأقران، من فرق العمل التي تعينه وتؤمن معه بنفس الفكر وهذه القضية، وتعينه على تحويلها إلى واقع عبر فريق تطوعي ولا عبر جمعية معينة، يخلق التنافس والحافزية والتنافس بشكل شريف وشكل إيجابي، ويستطيع كل شخص هنالك أن يجد نفسه وقد حقق مجاله أو إنجازه من خلال هذه القضية وهذه المجموعة أو هذا الفريق الذي ينتمي إليه. ما العلاقة بين القيم الثقافية وتنمية الموارد البشرية، خاصة ونحن اليوم نتحدث كثيرا عن أهمية الثقافة وكيفية غرس القيم الثقافية الرشيدة في نفوس الناشئة والشباب؟ احنا طبعا زي ما قلنا ان القيم هي التربة التي نزرع فيها التنمية البشرية، لكن هذه القيم وهذه التربة صح التعبير فحواها مجموعة القيم اللي يؤمن بها هذا الفرد ويؤمن بهذا المجتمع. أحيانا نخلط بين القيم وبين الأعراف والتقاليد اللي احنا الموروث الاجتماعي اللي تعودنا عليه، يعني ساعات كنا موروث اجتماعي من أعراف وتقاليد أخذناها من السابقين، ونعتقد أن هذه القيم التي يجب أن تسود. أول شيء يجب أن نعرف عدد من القيم نتفق عليه في مجتمعنا يؤمن بها شبابنا وقياداتنا ومؤسساتنا وتتحول إلى واقع، ونرفع هذه القيم بتحديدها كشعار. المشكلة في القيم ما هي؟ إن القيم عبارة عن معنى مجرد ما ينشا، يعني أنا لما أقول أريد قيم الشفافية في المجتمع، ولا قيم العدالة، ولا قيم الأمانة، يعني هذه قيم، هذه كلمات يعني برونزية غير مرئية في الواقع. نعم نعم. فإذا الجهد الثاني المطلوب هو تحويل هذه القيم بعد تحديدها إلى مجموعة سلوكيات طبعا قابلة طبعا للقياس ضروري نتفق عليها. نعم. في مجتمعنا نعلنها ونحاسب عليها، فيحاسب المسؤول على مجموعة السلوكيات التي تدل على قيمة الشفافية، فإن خالفها هو خالف قيمة الشفافية. يحاسب الشاب على مجموعة السلوكيات التي تدل على قيمة الانتماء، فإن خالفها خالف الانتماء. نعم. يحاسب التاجر والعامل والمطالب والمعلم على مجموعة من القيم عبر سلوكيات تم الاتفاق عليها، تم إعلانها، تم اعتمادها كأنها ما يسمى اليوم code of conduct، لائحة سلوك أو ميثاق أخلاقي مجتمعي يوضع يعتمد، وبالتالي يصبح مثل الجايدلاين، الطريق الذي نعرف إذا سرنا فيه نحن على الطريق، إذا حدنا عنه يبين ما هو الحيود، درجة الحيود والمحاسبة المطلوبة. بماذا تنصح دكتور أحمد أبو زبر حول موضوع ترسيخ وغرس وتعويد شبابنا على القيم الرشيدة الصالحة، قيم التعاون، الأمانة، التعايش، عدم الغلو، القيم التي كان يتمتع بها الآباء والأجداد في المجتمع الكويتي الأصيل؟ هناك قيم أخرى كثيرة فيها التعاون والعمل الجماعي البناء لنهضة هذه الأمة. كيف يمكننا أن نعمل من أجل أن تكون سائدة وأكثر رسوخاً والتزاماً بها عند الشباب أفعالاً وليست أقوالاً؟ أبرز طريقة معروفة في أدبيات التنمية البشرية في ترسيخ القيم مبدأ القدوة، بالتالي كلما استطعنا أن نوجد لكل شاب نموذج يحتذى به، يعني نسأل سؤال للشاب هذا، من هو البطل في نظرك في المجال الاقتصادي ولا المجال الفكري ولا المجال الاجتماعي، فيوجد لكل شاب نموذج يحتذي به، يتجسد مجموعة من القيم ويراها فيه ويبدأ إيش يقلده بالبداية، ثم يبدأ
تنتقل إن صح التعبير هذه العدوى الإيجابية في من القدوة إلى المقتدي، من المقتدى به إلى المقتدي، هذه واحدة. اثنين، القيم لا تترسخ إلا من خلال أمر آخر غير القدوة، هي أن يجعل أن يكون منظومة قيمية يحاسب، يعني مثل ديوان محاسبة اجتماعية صح التعبير، يحاسب عليها الناس، يقيم على أساسها القيادي والمسؤول والفرد والأم والأب والمعلم والطالب، بحيث نعرف بأن هذه المنظومة من القيم المحولة للسلوك اعتمدناها وأصبحنا نحاسب عليها، فنراها بأعيننا، إن توفرت أصبحت إيش قابل للتطبيق. النقطة الثالثة، كثير من السلوكيات التي تحدث قد تكون مخالفة للقيم، فإذا جردنا مجموعة السلوكيات، لأن القيم لها جناحين، إما قيم نعلنها لكن لا نمارسها، أو قيم نعلنها ونمارسها، فإذا استطعنا أن نحدد ما هي السلوكيات التي تدل على غياب القيمة، ماذا نرى من مجتمعنا يدل على غياب الانتماء أو غياب الشفافية أو غياب الأمانة، فنجرد هذه السلوكيات السلبية ونبدأ نضع برامج تدريب وتشريعات وقرارات وأنظمة لتحجيم أو محاصرة هذه السلوكيات السلبية، لنعين القدوة على أن يقتدى به بشكل جيد، ونعين هذا الشاب أن يجد لقضية ويجد لنموذج يحتذي به. التنمية البشرية ما بين السمات والصفات الشخصية وما بين القدرة على اكتساب المهارات والمعرفة، ماذا تقول؟ التنمية البشرية يجب يعني أن نعرف أن زي ما قلنا في بداية اللغة هي فاكهة المجالس، الكل يبحث عنها عندما تحدث مشكلة، لكن لما نأتي ونضع يدنا مع بعض في تنمية في تطويرها نجد أنفسنا أحيانا نفترق. التنمية البشرية كيف نستطيع أن نوجد هذا الجانب السلوكي بين الفرد حتى ينمو بنفسه وبذاته وبين المجتمع؟ أولا، إذا استطعنا أن نوجد قائمة من البرامج التدريبية، قائمة من النظام التدريبي معتمر معتبر محكم، نحول فيه حياة هذا الشاب من بداية تعليمه إلى تخرجه في منظومة قيم، مثلا بدل أن نركز على التعليم المعرفي نحول ذلك إلى التعليم المهاري، التعليم من أجل الحياة. الوضع التعليم الآن يحتاج إلى إعادة نظر في تحويله من مجرد تعليم معرفي فكري إلى تعليم مهاري يركز على الشخصية، على مهارات الحديث، على مهارات التحدث، على مجموعة من القدرات الذاتية، على طرق التفكير، على التفكير بالحل وليس الوصول إلى الحل. كلما نمينا هذه المهارات الذاتية كفرد نستطيع بعدين عندما نطلقه في عالم الحياة يستطيع، يعني بدل أن نعطيه طبق سمك كل يوم نعطيه سنارة يصيد بها السمك من خلال تطوير هذه المهارات في التفكير، في الشخصية، في التحدث، في القدرة على العطاء، في القدرة على التفكير، في فهم الحياة، في فهم العلاقات، في تقدير الناس، إنزال الناس منازلهم. هذه كلها مهارات قد لا يوفرها التعليم بشكل رسمي، لو استطعنا أن يكون هناك رديف اسمه التدريب يركز على منظومة من المهارات التي تكسب هذا الفرد الذات الشخص، تكسبه هذه القدرة، ذيك الساعة لا نخشى عليه من أي قيم سلبية يتأثر بها، لأنه أصبح عند هذه السنارة التي يستطيع أن يختار بها من المهارات والقيم ما يناسبه ويناسب مجتمعه. حدثنا بوضوح حول موضوع العلاقة ما بين التنمية البشرية بشكل عام وموضوع الثقافة، ولكن كيف نوجه شبابنا للاستفادة مما يتاح في المجتمع الكويتي من مرافق كثيرة ثقافية مهمة فكرية تنمي العقل وتضيف بالإضافة كرديف للتعليم والتدريب جانب الثقافي المهم في تحصين وتنمية شبابنا ليكونوا فعلا قادرين على تحقيق وقيادة عملية الموارد البشرية وتنميتها؟ إذا أردنا نفعل ذلك، أنا عندي مقولة استعرتها دائما أؤمن بها، أن شبابنا اليوم فيه صفتين أمام هذا العالم، عالم التنمية وعالم التكنولوجيا وعالم المتاح من المعلومات وعالم الشاشات الفضية. الصفة الأولى أنه مليونير، مش مليونير يعني فلوس، مليونير بكمية المعلومات القابلة للتوفر تحت يده، المعلومات اللي عند
شبابنا اليوم ما كانت عندنا طبعًا الوسائل طبعًا اللي يصل بها للمعلومة. نعم. الآن مكتبات إلكترونية، إنترنت، فهو مليونير من حيث القدرة على الوصول إلى المعلومة. الصفة الثانية المهمة غير أن يكون مليونير أن يكون نحاتاً. نحاتاً يعني من هذا الكم الهائل من المعلومات المتوفر بحلوه ومره بغثه وثمينه، زين؟ كيف ينحت هذا الشاب ما يحتاجه وما يناسب قيمه وما يحتاجه مجتمعه وما تحتاجه ذاته من قدرات؟ هنا إذا استطاع أن ينحت من هذا العالم المتلاطم المعلوماتي ما يفيده، أنا أعتقد وصلنا إلى بر الأمان في وضع هذا الشاب في الطريق الصحيح. أحسنت، أحسنت في الاختيار الحسن لثروة المعلومات المتدفقة من كل وسائل. كيف ينحتها نحت لصالحه؟ التواصل الاجتماعي والإنترنت و أيضا المواقع المتعددة لتزويد المعرفة. ماذا تتمنى في سؤال أخير ولكنه مهم للتنمية البشرية في الكويت؟ أتمنى لها ثلاث أمور: قيادة مؤمنة بها فعلا على مستوى المؤسسة وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المدرسة وعلى مستوى الوطن. 2 يرافق هذه القيادة استراتيجية واضحة مكتوبة معتمدة لها مؤشرات كمية قابلة للقياس. 3 أن يرافق هذه القيادة وهذه الخطة فريق عمل يلتف حول هذا القائد، يؤمن بالتنمية البشرية، يضع كل إمكانياته وفكره ووقته وجهده لصالح الاستثمار في هذه التنمية البشرية. أعتقد إذا توفر للتنمية البشرية هذا المثلث من القيادة المؤمنة والخطة ذات المؤشرات الكمية والفريق الذي وضع كل جهد فيها، ستكون التنمية البشرية بخير. نتفق معكم في هذه الرؤية وما تتمناه لمستقبل في التنمية البشرية أفضل بعون الله، ينقلنا إلى نقلة نوعية متطورة في التنمية المتكاملة الشاملة المستدامة في دولة الكويت. أشكرك الأخ الدكتور أحمد بوزبر، الخبير والمستشار في مجال الموارد البشرية. شكرا لكم على هذا اللقاء، نلتقي دائما على الخير. شكرا، حياك الله.